بركه يا اختي، من اطمنت عليكي وشفتك بخير. تسلمي وتسلم رجليكي، ربنا يخليكي ليا. الحمد لله يا جبريه، ده انا كنت هروح فيها يا اختي. شل عدوك يا اختي، بعد الشر عليكي. حلوه يعني؟ انت شايفه ايه؟ ما شاء الله زي القمر اهو. ما تجيبي من الاخر وتقولي انت عايزه تقولي ايه؟ عينيكي مليانه كلام يا اختي. في حاجة بتحصل في بيت محرم مش على هوايا. يا ما نفسي أجيب أجل البت اللي اسمها ريم دي وأخلص منها. ومن سمعك؟ البت نادية يا أختي من ساعة ما راحت عندهم، لا حس ولا خبر ولا أعرف عنها أي حاجة. لا، ما البت اللي بتشتغل عندهم قالت لي إن نادية نزلت مصر. معقولة كده أهو؟ من غير ما تقول لأي حد؟ ايه؟ أمال ايه؟ ما هو بيت محرم ده بيت شيطان والشيطان خراب. يبقى لازم نقطع خبرهم. بس خلي بالك، لو عملنا حاجة كده ولا كده من ورا حسن ومروان هتبقى وعيتنا احنا الاتنين سودة. بتخافي اياك؟ يو، ما بخافش يا اختي غير من اللي خلقني، بس انا بنبه عليكي. يعني عارفه يا جبريه مين اللي يجيب مناخير البت اللي اسمها ريم الارض؟ بنت اخوها الطويله الفرعه دي مش طايقه روحها وتمشي كده 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 قبل زي فرقع لوز. يا حسن تعالي بس اما اقول لك انا. ايه الحلاوه دي؟ طبعا انت فاكر ايه؟ ده انا اشرفك في اي حته. امال أنا عايزاك بقى النهاردة تفتح لي قلبك. أكتر من كده؟ ده أنا سلمتك قلبي كله. قلبك بس اوعى تفتكرني عبيطة، ده أنا فاهمة وهي طايرة، كل حاجة بفهمها. وفاهمة إيه بقى يا نعنع يا جميل أنت؟ فاهمة إن أنت يعني ممكن تسلم قلبك، إنما عقلك ده أبداً، عقلك ده كده بيلف زي الخلاط، صح ولا لأ؟ صح يا نعيمة. أنا ما أقدرش أدي العقل إجازة. أنا لو غمضت عيني لحظة واحدة ممكن أروح فيها. طب وهتفضل كده لحد إمتى؟ ده أنت عندك فلوس تسد عين الشمس، هو أنت عايز إيه تاني من الفلوس؟ هي صح يعني الفلوس حلوة تخلي الواحد يسافر يشتري اللي نفسه فيه يجيب اللي بيتمناه؟ ده حتى ممكن تخليك تشتري البني آدمين ذات نفسهم، بس يعني ما توصلش بقى إنها تبقى سلسلة وتقفر رقبتك. كلامك حلو يا نعيمة، أنا مقتنع بيه 100%. طب ما تيجي نمشي. نمشي إيه؟ مش لما ناكل الأول؟ لا ناكل إيه؟ أنا أقصد يعني ما تيجي نسافر أي حتة برة، نعيش هناك ونتهنى ونفرح يعني بالباقي من عمرنا، من غير دوشة بقى ولا وش. خلاص، عاوز إيه تاني من ريم ومروان؟ كفاية اللي عملته من وراه. يا ريت. وإيه اللي يمنع؟ اللي يمنع إن أنا اخترت السكة دي وقبلت شروطها. وطالما قبلت شروطها يبقى لازم انفذ الاتفاق وامشي مع المنظومه. واول الشروط دي بقى ان انا ما اقدرش ارجع في كلامي ابدا، ولازم امشي الطريق للاخر وما اقدرش اتراجع. والناس اللي انا شغال معاهم هم بس اللي يقرروا اذا كنت امشي ولا لا، وده بيبقى له طريقين. الطريق الاول لو اكتشفوا ان الاستفادة مني خلاص بقت معدومة، وساعتها ممكن اخرج خروج امن. والطريق التاني لو حسوا ان انا لا اصلح. هنا بقى يا لهوي، يعني انت كده خلاص متورط في الليلة السودة دي وما تعرفش تخرج منها؟ خايفة عليا نعيمة؟ صعبان علي. بقالي كتير اتمنيت ان انا اخرج من اللي انا فيه، حتى لو خسرت كل اللي كسبته. ساعات كنت اقوم من النوم اتاكد ان البيبان مقفوله وان الشبابيك صعب ان حد يدخل منها، واتاكد من اجهزه الانذار والامان. ورغم كده معرفش انام. يعني انت مش هتعرف تطلع من الليلة السودة دي بقى؟ لا. خايف؟
دلوقتي بس بقيت خايف وانت جنبي. معقولة واحد بيشتغل في الظروف الصعبة اللي انت فيها دي كلها يعرف كده يقول الكلام الحلو ده؟ وانا معاك يا نعيمة ببقى حد تاني خالص. بتحبني يعني؟ قوي قوي يا نعيمة. بقولك ايه، ما يلا ناكل بقى. يلا ها. ماشي. مفيدة؟ خير؟ ايه اللي جابك؟ انا جاي اقول لك كلمتين وهمشي على طول. قولي ان شاء الله خير. انا فكرت 100 مرة قبل ما اجي بس كنت خايفة. انت عاوزة تشوفي ابنك؟ انا ممكن اخدك واخليك تشوفيه. لا انا شفته ولعبت معاه كمان. اسمعيني بس دلوقتي انا جاي اقول لك الهي يسترك. امال في ايه؟ قلقتيني. تعالي. لبنى قالت لريتال ان النادي هي اللي قتلت ولدها عبد الله. انا عارفه ريتال وخبرها زين. هي هتفضل تحرب والنار تاكل في عقلها. مش هتصدق ابدا ان لبنى شطان عاوزه تولع فيها وفي ناديه. يعني ايه؟ تقصدي ايه بالكلام ده؟ انا كنت هزور ست كريمه بس انا عارفه انها لا بتطيقني ولا تطيق تسمع سيرتي فقلت اشيلك انت. يعني انت كده خايفه على ريتال؟ طالما شايله ولدي واخده في حضنها وبتراعي احبها زي عيني واخدمها كمان. أنا مش كذابة واللي بعمله ده بعمله عشان خاطر عبد الحكيم ولدي. عن إذنك. تفضل. حاسة إني متلخبطة، كل حاجة جوايا مش مستقرة. بحس إن الدنيا بتعاند فيا. ومين سمعك؟ لا الدنيا مش بتعاند فينا احنا، بس اللي بيبقى قدامنا الصح وما بنحبش نشوفه عشان مش على هوانا. كلامك حلو قوي يا شهد بس ايه الفايده؟ احنا جينا ناخد حقنا خسرنا نفسنا. ساكته ليه؟ اتكلمي. هتصدقيني؟ هصدقك. مش هصدقك ليه بس؟ نفسي الدنيا ترجع لورا شوية. حاسة إني بحلم حلم طويل مش عايز يخلص. نفسي أصحى منه ملاقي كل حاجة زي ما كانت. أنا كمان بتمنى الزمن يرجع وأترمي في حضن بابا وأحكي له وأقول له على كل اللي بيوجعني.